المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة المركزية أو حكومة بغداد أو حكومة المركز، بما أنه العراق دولة ذات سيادة وتحاول أن يعني تجبر الآخرين على احترام سيادتها، فلذلك علينا أيضا أن نحترم وأن نقدر مخاوف الآخرين. ومن هنا لابد أنه الحكومة المركزية أن تأخذ على عاتقها أن لا تكون الأراضي العراقية هي انطلاق أو أي انطلاق إلى هجمات، يعني إلى هجمات أخرى على دول الجوار أو على حدود دول الجوار. لذلك أنه فهذا يعني يعتبر هذا في هذه النقطة يعتبر شيئا داخلي عراقي ومسؤولية عراقية. نعم. تقع على عاتق حكومة النظام السياسي العراقي وعلى عاتق حكومة المركز بشكل خاص. أما المسؤولية الأخرى على جانب الشمال، حكومة شمال العراق أو حكومة الإقليم، فأيضا مسؤولية تتحمل جانب من المسؤولية فيما يخص منع أو الحد من هذه الجماعات أو أنشطتها وتهديدها للدول حدود دول الجوار. لذلك فهي المسؤولية تضامنية. أكو إرادة مفروضة على حكومة إقليم كردستان وبالتحديد أربيل، نعم، على أنه احتضان هذه الجماعات؟ يعني إرادة دولية مثلا؟ قد تكون هنالك إرادة إقليمية من منه؟ يعني كثير من الدول، والدليل على هذا الكلام أنه يعني نتابع الإعلام إقليمية. اليوم لما نتحدث إقليمية دكتور عبد الله، نعم، إيران دولة إقليمية وتركيا دولة إقليمية متضررة من هذا الفعل، من، نعم، هي الدول الإقليمية؟ يعني هسه إذا تجي تتابع الإعلام العربي أو الإعلام الخليجي بشكل خاص، يعني نشوف أنه هنالك بلورة للمشاعر القومية الكردية بإنشاء الدولة الكردية وإعطاء حقوقهم، في نفس الوقت أنهم يعني يتحدثون ويتباكون على 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 على, على وحدة بعض وحدة، يعني الحفاظ على وحدة الأراضي العربية أو الدول العربية، بينما في الوقت ذاته نراهم أنه يعني في إطار تشجيع الشعور القومي الكردي، لا سيما في سوريا، في العراق، في تركيا، في إيران. فمحاولة يعني هنالك قد يكون هنالك محاولة يعني محاولة تتبناها إسرائيل مع بعض الدول الإقليمية لجعل أو إنشاء دولة كردية لتأدي الدور سكين خاصرة في خاصرة كل من العراق وسوريا وتركيا وإيران.